قبل ما نراجع مثال الوورد كاونت، خلينا نحكي عن الماستر تمبليت، او بمعنى اخر اللي هو التمبليت انهيرتنس. تمام، طبعا الغرض الاساسي انه انت تعمل ديزاين للماستر تمبليت وتعمل له ريوز في بقية التمبليتس. فبالتالي انه الهدف الاساسي مثل الانهيرتنس في الاوبجكت اورينتد تقليل يعني كتابة الكود. فبالتالي انت عندك الكود بتكتبه مرة واحدة، تمام، وبعديها انه الكود هذا بتروح بتعيد استخدامه اكثر من مرة. تمام، خليني اشرح لكم اياه بشكل مبسط كيف انه انت تبنيه من الصفر، تمام، وبعديها بنشوف كيف بدنا نستخدمه في المثال. تمام، فهجيت انا بدي انشئ صفحة HTML وبدي اسميها my master، سميها master page. هي الصفحة الرئيسية، هي اللي حتكون انا عندي زي السوبر كلاس او الصفحة الرئيسية. السوبر master يعني الصفحة الرئيسية او السوبر. طبعا هي صفحة HTML عادية، انا ممكن احط welcome to my page، تمام، وهنا في البادي ممكن اعمل لينك. كيف؟ مش سامع عندك لينك للستايل شيت، بس انا بدي اعمل لينك عادي، لينك لصفحة عادية، تمام. فممكن احكي له انه كليك تاج تبع اللينك كان في عندنا مثال في لينك بالتالي هنا كليك هير عشان نروح على الصفحة الرئيسية. go to home page، تمام. وهنا برضو في عندي باراجراف تانية اسمها thanks for your visit. يبقى هنا حددت القالب العام، الشكل العام، انه انا في عندي هنا صفحة انه هاي التايتل تبعها راح يكون مثل هيك، تمام، وفينا عندي لينك في هذه الصفحة بهذا الشكل، تمام، وفي الاخر انا عندي هنا باراجراف عبارة عن thanks for your visit. هنا في هذا المنطقة ايش بدي احط؟ بدي احط المنطقة اللي يفترض ان انا اعبيها من الصفحات الثانية، او بمعنى اخر الصفحات اللي بتعمل inheritance من هاي الصفحة. فبعرف
بلوك بسميه content بهذا الشكل، وهنا end block. فبالتالي هذه زي صفحة قالب، صفحة عامة، تمام؟ كل الصفحات حتاخد منها، حتاخد المحتوى هذا والمحتوى هذا، والمحتوى الخاص تبع الصفحات وين حينحط؟ حينحط في المنطقة هاي، تمام؟ نعمل صفحة بتاخد من هاي الصفحة. فبروح هنا بعمل HTML جديدة اسمها بيج واحد. طبعا هذا الكلام انا ما بديش اياه، بديش اعاد اكرره، هاي الفكرة في الموضوع. فبروح بعمل هنا extends تنساش الاس، وهنا بتحط الماستر على حاله بجيب لك اياها اوتو كومبليت، بجيب لك كل صفحات الماستر. في انا عندي صفحة ماستر عملها سابقا، وفي انا عندي الماستر بيج عملتها حاليا، وفي عندي الورد ماستر. احنا هنا حناخد الماستر بيج، تمام؟ فبالتالي انت لما بتعمل اكستند لهاي الصفحة، كل محتوى هاي الصفحة حيجي هنا، وانت بتصير بتعبي وين؟ في هاي المنطقة. كيف بدك تقول له انه انت بدك تعبي في هاي المنطقة؟ نفس الفكرة، بتروح تفتح هنا بلوك كونتنت، تمام؟ وبتحط الكونتنت تبعتك، وبدنا نعمل هنا اند بلوك. هنا ممكن نحط باراجراف اسمها ويلكم تو بيج واحد بهذا الشكل. تمام، نعمل صفحة ثانية برضو بتاخد من هاي الصفحة نفس الفكرة، نعمل هنا بيج 2. في بيج 2 برضو نفس الفكرة، مفيش داعي اني اكرر هذا الكود كله، كل التاكس عملتها في الماستر. وهنا بركز على الكونتنت تبعتي زي هيك، باخد حياخد من نفس الماستر. وهنا بس هاي بدي احطها انه اتش 3 او اتش 2 او whatever يعني. وهنا راح تكون بيج 2، عندي هاي بيج 1 في البلوك تبعها انه فيها محتوى، هذا المحتوى زي هيك، وهي بيج 2. خلينا في بيج 2 برضو احط كونتنت تاني، عشان ان انا اذكرك كيف انه انت تكتب كود بايثون جوات ال HTML. فبنروح هنا نعمل كيف بدك تكتب كود بايثون زي هيك، statement for i in range 10 او 5 خليها. طبعا ما دام انت بديت الفور، ايش لازم تقول له؟ تخبره int 4. ايش بدنا نعمل؟ print صفحة HTML هذه البرنت لل CLI. فايش بنعمل؟ خلينا نعملها في تيبل، خلينا نعملها في تيبل. فبالتالي هنا نعمل تيبل، اي تذكرة تبعته المفترض تكون هنا. بعديها بعمل تيبل رو، وبعديها بحط الهيد تيبل هيد، انه بس مجرد انه في عمود واحد اسمه الاي. تمام. والان انا بدي اعمل ريندر لهذا المتغير اي، كل واحده في تيبل رو، واحط الداتا تبعته اللي هي قيمة المتغير i. فايش بروح بعمل تيبل رو، وهنا بحط تيبل داتا. كيف بدي اعمل ال i؟ نعم بهذا الشكل.
طبعا انت تعملها ريندر ستاتيك، شايف كيف؟ بس التاج الوحيد اللي فهمه اللي هو هذا H3، اما الباقي الاكستند والشغلات هذه ما فسر لك شيء، لانه ايش؟ خارج التطبيق، انت فاتح الصفحه ستاتيك، تمام؟ فالان ايش احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل ابلكيشن بايثون ابلكيشن، بدنا نسميه بارت 3 وماستر تمبليت. طبعا خليني اكتب الابلكيشن برضو من الصفر برضو عشان تتعود، from flask import flask، كمان حنحتاج الريندر تمبليت، بنعرف منه اوبجكت، طبعا بنعطي له هنا النيم، بنعرف صفحة، هذه الصفحة الرئيسية، وهنا بعمل ديف للهوم، هنا بعمل ريتيرن هلو فروم فلاسك. طبعا هنا ممكن احكي له انه الصفحة الرئيسية ممكن تكون مش بس السلاش، واقول له ممكن تكون انه اي واحدة من المسارات هذه اندكس او مين، على طول بتشغل لي هاي الدالة. بعديها بدنا نعرف الصفحتين هدول تبعولنا، هنا نعرف صفحة ثانية اب روت بيج واحد، طبعا تحت الروت هنا، ونعرف دالة تابعة لإلها، وبدنا نقول له ريندر تمبليت، والتمبليت اللي احنا بدنا نحط نعطي له اياه اللي هو بيج واحد. نفس الفكرة، راح نعرف صفحة ثانية وهنا نعمل ريندر للتمبليت 2. بعديها الخطوة الأخيرة، بدي أعمل run من خلال المين، بس نطفي هذا ونشغل هذا. شوف لي عاد النتيجة. هاي الصفحة الرئيسية Hello from Flask، بدي أفتح بيج واحد، هنا في ايرور، هنا ريتيرن، هنا ريتيرن. هاي الصفحة الرئيسية، هنا بيج واحد، هاي الكونتنت الرئيسية، نو كليك هير تو جو تو هوم بيج، تمام؟ وهي ويلكم تو بيج واحد اللي هو الباراجراف، هاي ورجي لك الكود تبع هاي. يبقى هنا انت عملت اكستند من الماستر، اجت محتويات الماستر اللي هو التايتل، لو طلعت هنا على التايتل هيو انت عندك التايتل تبع الصفحة ويلكم تو ماي بيج، زي ما انت حطته في الماستر، لان انت عامل هنا اكستند من الماستر، هيو اخذ التايتل من هنا، تمام؟ واخذ اللينك وعبى البلوك تبعته اللي هي عبارة عن ايش؟ في باراجراف عادية ويلكم تو بيج واحد، وبعديها هنا في الآخر رجع كمل
من الماستر واخذ thanks for your visit. Okay. يبقى هذه من الماستر، هذه من بيج واحد، هذه من الماستر. كمان مرة الفكرة الأساسية إعادة استخدام الكود، لأنه أنت زي ما أنت شايف في التطبيق تبعك راح تكون في عندك صفحات HTML كتير، بدل ما تقعد إنه أنت تكرر فيها بتحط كل الصفحة والتنسيقات تبعتها في الماستر، وكل مرة كل صفحة جديدة بتعمل منها extend. خليني أروح على الهوم وبدي أفتح هنا بيج 2. في البيج 2 عملها كتابل بهذا الشكل، انه انت عندك هنا في بيج 2 ايش بيختلف على بيج 1، انه في البلوك تبعتها رحنا حطينا اتش 3 ورحنا عملنا تابل، تمام، وعملنا ريندر لفور لوب بهذا الشكل. الان التابل هذا مش مطبق عليه الستايل، فعشان هيك انت عندك البوردر مش ظاهره. فايش ممكن تسوي؟ بما انه احنا عندنا هنا في عندي في الستايل مطبق، يا اما بروح بكتب هنا الستايل، انه انا بحط الستايل ايش البوردر المفروض يكون وهذا الكلام. الاسهل انه انا ايش اسوي؟ اروح اخذ الستايل، انا عندي من اي صفحه، بتذكر في صفحه الويلكم هذول السطرين، مجرد انه انا احطهم في الماستر، هنا في الماستر، نعم خلص صار مطبق عليه الستايل. ومن ضمن الستايل هنا برجع بذكركم انه انا بالمناسبة عدلت عليه اللي هو CSS. طبعا انت الكود عندك لما انت تنزله بيكون مش مرتب، بدك ترتبه، بتعمل Alt Control L بيرتب لك اياه بهذا الشكل. هذا الكود الاصلي اللي موجود اللي هو التابل، كان بس بعدل على البوردر كولاب كولابس، تمام. انا ايش ضفت؟ ضفت انه البوردر العرض تبعه 1 بكسل ولونه سوليد بلاك، وهذا الكلام انا طبقته على التابل والتابل هيدر والتابل داتا، تمام. فبالتالي التعديل على الستايل شيت سهل جدا برضو كذلك. الان بعد ما احنا عملنا ابديت حطيناه في الماستر بيج، يفترض هنا لما اعمل ريفرش اي عدت شغلته هنا طبق عليه الستايل بهذا، تمام، حطه في تيبل. خلينا نعدل اكثر على هذا المثال بحيث انه نعبر عن الاندكس والفاليو. فاحنا ايش راح نسوي هنا؟ سكرها في الكود، وين الكود؟ سكرنا انه احنا هنا في بيج 2 نعرف انه ماي ليست بتساوي، واحكي له انه 3 5 6 8 10، وهنا بنمرر ماي ليست بتساوي ماي ليست. نرجع هنا انه هذه الماي ليست هي اللي بدنا نعملها ريندر بالضبط، ان ماي ليست. طبعا احنا بدنا نعدل هنا، بدي اقول انه الاندكس واضيف كمان تيبل هيدر واقول له هنا الفاليو. فبالتالي هنا انا بعرض الاندكس والفاليو اللي هي ماي ليست اوف الاي بهذا الشكل، تمام. فبالتالي انت بيطلع عندك تيبل مكون من عمودين بهذا الشكل، الاندكس والفاليو بالضبط.
فهي restart اوكي ان رينج لين مايست عشان اعرض الليست الاندكس والفاليو هاي تذكرة الرينج طيب هو عشان بستخدمش هنا اللين لانه هذه built in function في البايثون هو مش عارفها فبالتالي هنا راح نمرر له هنا الطول تبع الليست هنا هنا my len تساوي len my list هنا my len تساوي my وهنا راح نعوض عليها تعويض بس مجرد ان احنا نعوض عليها برضو نفس المشكلة طيب مؤقتا انا عملت انه هدول الطول تبعهم انه 8 عناصر فهنا في اللوب عملت من رينج اي لغاية 8 بهذا الشكل ممكن انا اعمل هنا كاونت واعمل ابديت للكاونت بهذا الشكل انه كل مرة فبالتالي انه بس مؤقتا عشان اورجي لك كيف الريندر تبع التيبل بهذا الشكل فبالتالي انه اي ان رينج 8 انه يعرض لي الاي اللي هو عبارة عن الاندكس والفاليو اللي هي الماي ليست اوف الاي
فبالتالي بيكون شكله بهذا الشكل، اندكس 0 الفاليو 3، اندكس 1 5 وهكذا للاخر. وهنا طلعت انه thanks for your visit. تمام. طيب المثال اللي بدنا ناخده الان هو نفس مثال المحاضرة الماضية، انه احنا بدنا ناخد اي هذا stop. واضح بخصوص الـ template inheritance؟ في اي سؤال؟ واضح؟ طيب stop لهذا. الان نرجع لمثال الوورد، مثال شرحناه المحاضرة الماضية. نحن فعليا عرفنا صفحة most frequent، هاي الدالة تبعتها. تمام. إذا كانت الميثود post حاخد التكست هذا من التكست اريا، هيو معرف أنا عندي في words.html، خليني أفتحها. تمام. ايش انا عندي في الفورم هنا؟ عبارة عن text area، هاي الاسم تبعها اللي انا هستخدمه جوات البايثون في الداخل، فيها 10 صفوف هذا text area و30 عمود، 30 حرف يعني 9 على 30 10 صفوف، كل صف فيه 30 حرف. طبعا هذه احنا حكيناها انه انت بعد ما تعمل post يضله محتفظ بالنص اللي موجود بالضبط. تمام. وهنا عرضنا الريزلت بهذا الشكل. الان الريزلت هنا كانت عباره عن ايش؟ انه احنا جبنا الكلمه الاكثر تكرار، انه انا رحت قلبت الكي والفاليو صارت في وكي. تمام. وعملت لهم سورت ريفرس تنازلي. تمام. وجبنا الاندكس اوف الزيرو بهذا الشكل. الآن احنا في الصفحة الثانية هذه ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعد كل كلمة قديش التكرار تبعها، وبدنا نعمل ريندر لكل كلمة بالتكرار تبعها في تيبل. فبالتالي هنا الصفحة اسمها most frequent table، هي اسم الدالة تمام المرتبطة فيها. بنعرف dictionary طبعا بطبيعة الحال، إذا كانت الميثود post بروح باخذ التكست أنا عندي من الفورم، هنا بفحص إذا كان التكست فاضي بقول له لو سمحت عبي الفورم. تمام. هنا التكست مش فاضي، معنى ذلك إنه أنا في عندي تكست بدي أعد الكلمات اللي فيه، بروح بلف على الكلمات بعد ما أقطع النص، وبنعمل count. الكاونت الكاونتس أوف الوورد بتساوي count.get word 0. الزيرو هذه شو بتعني؟ لو مش موجودة بروح برجع زيرو، انه الفريكوانسي تبع هذه الكلمة زيرو، بنزود عليها واحد، فبالتالي انه بصير اضافة. كانت موجودة برجع الفاليو تبعتها وبزود عليها واحد، وفي هذه الحالة بصير ابديت. فبالتالي هنا لغاية الان انه احنا بس مجرد انه احنا عملنا كاونت، واللي احنا عملنا انه احنا مررنا هدول الكاونتس للتمبليت تبعنا. التمبليت تبعي لو انت شفته هذا word2.html، اشتغلت عليه نظام تمبليت انهيرتنس، هيو تمبليت 2 او word2.html. ايش بتلاقي؟ extends للماستر وورد. الماستر وورد هيو عبارة عن صفحة فيها التايتل، فيها طبق الستايل شيت، فيها الفورم اللي فيه التكست اريا اللي انا بدي اخده. تمام. بعد ما بدل ما اضلني اكرره في كل صفحه، خلاص حطيته انا عندي في الماستر بهذا الشكل. تمام. وهنا حطيت البلوك اللي بده يتم تعبئته في الصفحه اللي حتاخذ من الماستر هذا، وحطيته في ديفيجن، عارفين الديفيجن. وهنا اخر حاجه حطينا ثانكس فور يور فيزيت بهذا الشكل. تمام. نيجي نشوف وورد 2 على طول مباشرة extend من هذا الماستر، وهنا فتحت البلوك اللي أنا بدي أعبيه. هنا بحكي if counts، لأنه أنا هنا في البداية عرفت dictionary فاضي، ف
فبالتالي اذا كان الدكشنري فاضي مش راح يعمل ريندر، مش راح يدخل في البلوك هذا. ايش رحت عملت؟ عملت تيبل، حطيت في الهيدر الوورد والفريكوانسي، بعدها رحت لفيت عليهم وورد فريكوانسي كي فاليو ان كاونتس دوت ايتمز. بروح بعمل في التيبل داتا الوورد والفريكوانسي المقابله لها بهذا الشكل. فبالتالي هنا لما اشغل الصفحة تبعتي اسمها most frequent table، هاي التكست اريا. على فكرة التكست اريا بعد ما انا اعمل حيروح، لانه انا عندي في الماستر ما عدلتهاش. هنا بليز انتر يور تكست، فبالتالي انه حيرجع بليز انتر يور تكست بعد ما اعمل بوست. فخليني برضو للتذكير خليني انه نعملها. كيف بتنعمل؟ forms او request dot form وهنا slash اسم الحقل my text. هنا في الاول الحقل فاضي فحيضله فاضي بهذا الشكل. لاحظ انه هذه button بس اللون تبعها مطبقه عليه style مش كتير مبين. فهنا بنبدا بندخل النص تبعي، بنحكي انه احمد لايكس، وبرضه بحب البايثون، وكل يوم كل يوم بكتب كود بايثون. فهنا نتيجة متوقعة انه راح يطلع لي تيبل في كل كلمه والفريكوانسي تبعه. خليني هلا انسخ احتياطا. وبالتالي هاي رجع النص، انا عندي ضايل موجود فوق تمام. وهنا انا عندي الوورد احمد مرتين، لايكس مرتين، بيتزا مره، بايثون مرتين، هي مره، وهكذا. باي ثانكس فور يور فيزيت. تمام. فملخص درس اليوم ايش اخذنا؟ اخذنا التمبليت inheritance تمام، وشفنا انه الفائده الرئيسيه تبعته هي اعاده استخدام الكود. بالضبط، انت بترتب، انت عندك الماستر بيج تبعتك بتحط فيها كل الستايل وكل الشغلات الاساسيه، والصفحات الفرعيه بتعمل فيها extend. كذلك تعلمنا اليوم كيف نعمل ريندر لتيبل، لانه حيمر علينا بشكل متكرر انه انت عندك النتيجه ممكن تكون كليست او كديكشنري، بدنا نعملها ريندر كتيبل. تمام؟ في أي سؤال؟ واضح يا شباب؟ يعطيكم العافية.